ازيكم يا جماعة واهلا بيكم، معاكم مهندسة شاهيناز. النهاردة انا بكلم كل الناس. الفيديو بتاع النهاردة يهم كل الامهات والابهات والمهندسين والدكاترة وكل الناس اللي بيستخدموا الانترنت بشكل عام، لان في الفترة الاخيرة ظهر المصطلح اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو الـ IoT او الـ Internet of Things، وده بينقل الانترنت نقلة تانية خالص، محتاجين ان احنا نعرفها ونفهمها ونقدر ازاي نفهم نتعامل معاها كويس قوي. الـ IoT ده اللي هو الـ Internet of Things، او لو جينا نترجمها هتطلع انترنت الاشياء او انترنت الحاجات. ايه القصة دلوقتي؟ فكرة الـ Internet of Things ده ان هو انت المفروض كنت بتبقى انت كشخص قاعد على الانترنت، انت اللي بتنقل الداتا اللي انت عايزها. يعني انا عايز ابعت ايميل فانا ببعته، شخص تاني بيفتح الايميل فيشوفه، انا حابب اشوف سعر الذهب وحابب افتح الفيسبوك واشوف الناس بيعملوا ايه، يعني انا اللي باكواير الداتا اللي انا محتاجها وبتعامل مع شخص تاني. يعني كأن الانترنت انترنت اشخاص مش انترنت اشياء. دلوقتي الانترنت بيقول ان هو هيبقى فيه جزء كبير منه قوي عبارة عن انترنت اشياء او انترنت of things، انترنت الحاجات. يعني الحاجات هي اللي قاعدة على النت. انت متخيل النظرية؟ يعني ايه حاجات هي اللي قاعدة على النت؟ يعني المفروض ان الاجهزة هي اللي بتلم داتا وتبعتها لي، وانا ابتدي اشوف ايه الاخبار على حسب بقى نوع الجهاز. يعني ممكن الجهاز ده يكون تلاجة، غسالة، مروحة، يعني الحاجات دي هي اللي قاعدة على النت وبتبتدي تملى بيانات معينة أو تجمع بيانات معينة، وبتبتدي هي تستفيد بالبيانات دي وتفيدني بيها. ده فكرة الانترنت of things. هناخد كده overview سريع عن الابليكيشنز والأجهزة الجديدة اللي داخلة في موضوع الانترنت of things عشان نقدر نفهمه كده ونفهم ايه موضوع انترنت الحاجات ده بالظبط. تعالوا كده نبدأ في الأول بالآي أو تي ات هوم، في البيوت، things at home، الحاجات اللي في البيت. يعني بصوا هتلاقوا مثلا، انت ممكن تلاقي في السمارت هوم او في البيوت الذكية او المنازل الذكية كل الأجهزة اللي في البيت مرتبطة بالإنترنت وبتبعت بيانات عن نفسها في الإنترنت. يعني مثلا تلاقي التكييف بيبعت درجة حرارته، شغال ولا مش شغال، شغال بقاله قد إيه، الجو دلوقتي إيه والمفروض يبقى إيه. الحاجات دي كلها بتدي يجمع بيانات، والبيانات دي بيشتغل على أساسها وبيملأ بيها معلومات ليك بحيث ان انت تقدر تشوف المعلومات دي وتتصرف على اساسها، او هو يتصرف على طول على اساسها من غيرك انت خالص. نفس الكلام بالنسبة لمكنة القهوة، التلاجة، الغسالة، المروحة، كل دول بيشتغلوا بناء على الظروف البيئية المحيطة بيهم. يبقى هو بيلم معلومات عن الظروف اللي حواليه وبيبتدي يجمع المعلومات دي كلها ويشتغل على اساسها. فده الفكرة كلها في الموضوع. انت ممكن تدير الموضوع ده كله عن طريق ابليكيشن على الموبايل. انت بتجيب ابليكيشن، يا اما بس انت بتشوف الداتا اللي الاجهزة بتاعتك دي جمعتها، او ان انت بتقدر تتصرف على اساس المعلومات دي او تظبط الاجهزة دي هتشتغل على اساس ايه بالظبط. هتلاقي كمان الانترنت اوف ثينجز في الشارع، يعني برضو في ابلكيشنز في الشارع نفسه. يعني مثلا عارفين في الافلام بقى لما كنت بتشوف اللي هي افلام الناس ماشية في الشارع والاعلانات بتطلع للشخص بناء على تفضيلاته هو، والحاجات دي ما بقتش خيال علمي. يعني انت دلوقتي تقدر هتلاقي ان انت كونكتد بالحاجات او الاشياء اللي في الشارع، وتلاقي ان الداتا عمالة تتلم علشان تقدر تخدمك انت باقصى فايدة ممكنة. هتلاقيه كمان في الحاجات الطبية. يعني هتلاقي مثلا ايه، عربية الإسعاف مرتبطة بالإنترنت، فبالتالي بتبتدي تشوف مثلا هو دلوقتي الزحمة موجودة فين والفضاء موجود فين، وتديلك طرق الفاضية ازاي وانت تمشي ازاي، حاجات كده شبه الجي بي اس بس تخدم اكتر الخدمات الطبية. طبعا كلنا بنستخدم الجي بي اس. طب ما هو الجي بي اس انترنت اوف ثينجز على فكرة. تمام، ان هي برضو مثلا هتبتدي تجمع معلومات عن المريض وتبعتها للطوارئ قبل اصلا ما المريض يوصل. يعني الفكرة ان انت بدل ما كنت لسه هتوصل المستشفى كفرد طبي، يعني فرد
مثلا ممرضين او كده اللي هم في عربية الاسعاف لسه هيوصلوا المستشفى عشان يبتدوا يشرحوا حالة المريض، لا ده هو المعلومات هتوصل للطوارئ قبل ما المريض يوصل اساسا، ويبتدي الطوارئ تخزن المعلومات دي للدكاترة، ويبتدي يبقى معروف مثلا هيحصل داتا اكستشينج ونحدد الحادثة دي كانت عبارة عن ايه. وممكن بقى كمان تبقى المنظمة اللي انت بتتخاطب معاها دي ما هياش مستشفى، لا ده تبقى بوليس مثلا اللي هيجي ينقذ بقى او يشوف الحادثة دي اولها ايه واخرها ايه، انت خدت المريض بس فاضل بقى تكمل بقية العملية. فشايفين العملية عاملة ازاي؟ مش الاشخاص بقى قاعدين على النت ولسه هيلموا داتا، لا الاجهزة والعربيات والحاجات والخدمات الموجودة كلها بقت كونكتد بالانترنت وبتملى بعضها على طول من غير ما انا اتدخل كتير. ففاهمين الفكرة؟ يعني العربية هي اللي على الانترنت، اجهزة الطوارئ هي اللي على الانترنت، الكمبيوتر اللي عند بتوع البوليس هم اللي على الانترنت. فهمتوا العملية ماشية ازاي؟ هتلاقوها كمان في المصانع، اي او تي في الفاكتوريز او في المصانع. يعني مثلا تلاقي ايه في المصنع مثلا الموضوع يبقى اوتوميتد بشكل كبير، يعني يبتدي ايه يدي لك معلومات ان خلي بالك في مثلا سكة مقفولة في المصنع او في ده مخزن مثلا اهو زي ما انتم شايفين، يبتدي يحدد مثلا للعربية دي اتجاه ماشي، هيديها مثلا تحذير خلي بالك عشان في حد ماشي قدامك على بعد مثلا 20 متر، خلي بالك دلوقتي المنطقة دي اتملت خلاص ما ينفعش تملى فيها اكتر من كده، خلي بالك فاضل مثلا على المنطقة دي 4 وحدات وتتملي. يعني ده مثلا شغل مصانع وشغل ايه مخازن. طبعا في المصانع بتبقى العملية كلها اوتوميتد، يعني مش ايه مش انت اللي بتقوم بعملية النقل بين شغلانة وشغلانة في المصنع، يعني مثلا في عملية تصنيع مثلا وعملية تعبئة، لا الاتنين بيتموا ورا بعض اوتوماتيك من غير ما انت تتدخل خالص، الايه التصنيع والتعبئة بيتموا اوتوماتيك ورا بعض. تمام. في كمان بقى اللي عجبتني قوي الانترنت اوف ثينجز فور بيبيز، ده بقى الحتة دي تهم الامهات قوي وهتعجبهم قوي. يعني شايفين هنا مثلا ده ايه دي وانزي، وانزي دي اللي هي يا جماعة السالوبيت اللي الطفل لابسه بحاله، ده السالوبيت ده في حاجة كده شبه السحلفة دي لازقة فيه، يعني هي منه حتة منه، فايه دي بتلم معلومات عن الطفل وهو نايم وهو صاحي وهو ماشي. والله انا معرفش هما بقى الطفل نفسه هيسيبها في حالها ولا ايه، بس يعني anyway هم عاملينها عشان تلم معلومات عن الطفل بشكل مستمر، وبتبعت للام المعلومات دي على ابلكيشن على الموبايل. يعني مثلا بيشوفوا او اللي هي الوانزي دي بتشوف دلوقتي مثلا حرارة الطفل، كمان بتشوف على فكرة لو هو نايم تشوف بناء على نبضه وحرارته وكده هيصحى امتى، فالام تبقى عارفة مثلا قرب يصحى قلقان سخن برد، الحاجات دي كلها ايه بتفرق قوي في مع الامهات على فكرة. بيشوفوا مثلا لو هو كان مثلا تعبان فبتبقى عارفة متابعة درجة حرارته متابعة نبضه، يعني متخيلين العملية وصلت لفين. في كمان دي اللي هي التيتينا دي او اللي هي اللي بيقولوا عليها ايه، هي تيتينا يعني اللي هو طفل السكاتة يعني. تمام. دي في منها على فكرة يعني ما هياش انترنت اوف ثينجز، دي انترنت اوف ثينجز يعني دي هتبعت بيانات على ابلكيشن على الموبايل، فهي بتلم بيانات وتبعتها للام على الموبايل بدرجة الحرارة وكده. انما في واحدة كانت هي فيها درجة الحرارة علشان خاطر لو الام عايزة تقيس، لا دي حاجة ودي حاجة، اللي فيها درجة الحرارة دي عادي عاملة زي الترمومتر الديجيتال يعني، انما دي هتقيس الحرارة وتعرف بيانات عن الطفل وتبتدي تبعت البيانات دي على الموبايل عشان الام تشوفها. فمين كده اللي على الانترنت؟ التيتينا هي اللي على الانترنت. متخيلين الفكرة ماشية ازاي؟ دي بقى يا جماعة ده بيتعلق كده في البيت او في الشركة او whatever، وبعدين بيبتدي يقيس بقى حرارة المكان والرطوبة والكلام ده كله، وممكن يبعت الداتا دي بقى للتكييف مثلا او للهيتينج سيستم او whatever بقى اللي عندك في المكان او ليك. ليك طبعا هيبقى بس للفرجة يعني تشوف بس ايه اللي بيحصل، انما ممكن بقى يبعته للتكييف ويغير على اساسه درجة الحرارة، وهيقول لك بقى درجة الحرارة بره كام وجوه كام والمفروض تبقى كام ودرجة الرطوبة، ويبتدي يظبط الموضوع على المكان. وده بيبقى مفيد قوي في الشركات والاماكن اللي هي بتتزحم زي البنوك،
الشركات الزحمة وكده، علشان خاطر درجة الحرارة والرطوبة بتتغير طول اليوم مع كثافة الناس اللي داخلة وخارجة. يعني لما بيبقى مثلا بنك فاضي فالتكييف شغال كويس والدنيا كويس، فبعد شوية الدنيا زحمت فبيبتدي النفس يكتر في المكان، فيبتدي يعمل مشكلة للناس اللي قاعدين في المكان. فده هيقيس درجات الحرارة باستمرار وظروف الجوية في المكان باستمرار لحد ما يظبطها، محدش يحس بأي مشكلة خالص. بس ده أكتر بيستخدموه في غرف الأطفال عشان نفس السبب، عشان يظبط جو غرفة الطفل بناء على الحاجات أو المعايير الصحية، ما يبقاش الطفل نايم في ساقعة قوي أو حر قوي أو رطوبة قوي. في كمان ده بتاع الببرونة، بس ده بقى يعني ايه، انا مش متفائلة بيه خير، اصل ده هيبقى مليون جنيه ولا حاجة، وهو يعني مش بالظبط، بس يعني ده يعني الحاجات دي ما تبقاش رخيصة برضو. بس ده كل اللي بيعمله ان هو بيظبط الببرون، انت متخيل الفكرة؟ يعني هو بس ايه، هيظبط درجة حرارة اللبن والكمية وبناء على سن الطفل والحجم اللي هو هيشربه، يعني قصة ما هيش مستاهلة قوي الجهاز وجادجت وكده يعني. بس هو ده اللي هو بيعمله. يمكن في بلاد تانية الموضوع يبقى رخيص وافوردبل، بس بالنسبة لنا ما هواش كده بصراحة. دي دبوس كده بيتحط على هدوم الطفل لنفس السبب اللي قبل كده، هو شبه الونزي اللي اتكلمنا عنها من شوية، بس دي بقى تتركب على اي لبس. يعني هي دي النظرية، انتوا متخيلين دي حاجات كلها ماشية في مبدأ الاي او تي او الانترنت اوف ثينجز، يعني ده الثينج، ده الحاجة، والحاجة دي هتتحط على هدوم الطفل وتبتدي تلم معلومات وتبعت المعلومات دي على الانترنت ليك انت على ابلكيشن على الموبايل. يعني انت بقى ايه، مش انت اللي هتروح تلم المعلومات، والمعلومات بقت كمان على الانترنت او على شبكة. فهي دي ايه النظرية بتاعتها، شبهها بس دي بقى في حالة لا قدر الله بقى الايه، ادوار البرد والحاجات دي باتشاية كده بتتلزق على الطفل نفسه علشان تتابع الحرارة وتتابع العلامات الحيوية للطفل. وزي ما انتم شايفين حتى من العلامات هنا ان هو ممكن يبعت لك البيانات دي على الانترنت او بالبلوتوث او بالوايرلس لان، يعني هو يقدر يبعت لك المعلومات دي بحيث ان انت ايه، تقدر ان انت تتابع دايما صحة الطفل وحرارته والكلام ده كله. جميل. دي بقى ضحكتني جدا، ودي يعني في امهات هتحبها. يعني دي برضو دي بامبرز، يعني حفاضة، دي بقى عليها باتشاية برضو بس بتتابع حالة الحفاضة. متخيلين الفكرة؟ يعني مليانة فاضية متوسخة بقى لها قد ايه ملبوسة، الحاجات اللي احنا بنتشك عليها دي، بس ده هو هيتشكلي عليها ويبعت لي البيانات برضو على الموبايل مثلا، بحيث ان انا ابقى متابع دايما الحالة من غير ما اروح لها يعني. فدي برضو لطيفة. يعني مش عارفة بقى هي هتبقى انا اللي بلزقها ولا هي الموضوع كله بيجي كده بصراحة، مش عارفة. بس ايه، هنشوفها، ومش عارفين برضو هتبقى غالية ولا رخيصة يعني. فهي الحاجات دي طبعا في بداية الشغل هتبقى غالية، بس بعد كده هتبتدي ترخص. يعني ان شاء الله ممكن ايه، ولادنا بقى يبقوا يستخدموها تبقى عادي، يعني تبقى بالنسبة لهم ايه، مش موضوع، مش بيفكروا ان هي واو يعني، لا ده العادي يعني. بص كده على الباتشاية، بص كده على الموبايل، شوف اتملت ولا لسه، شوف عايز يغير ولا مش عايز يغير، ايه ماله بيفرك ليه، اصله عايز يغير، اصله نايم، اصله سخن، من غير اصلا ما تعمل بصة فيها شك او قلق. يعني ده بقى يا جماعة تبع الجزئية بتاعت الانترنت اوف ثينجز فور هوم اند اوفيس، يعني دلوقتي ايه في البيت وفي الشركات وكده. فده سمارت لوك، يعني عندك هنا ايه، ده قفل الباب يعني عادي، كالون يعني كالون الباب، وتقدر ان انت تفتحه وتقفله عن طريق ابلكيشن على الموبايل. مصيبة الفيلم ده بقى في السكيورتي، وعلى فكرة مصيبة كل الانترنت اوف ثينجز في السكيورتي اساسا. يعني انت متخيل ان بيتك يبقى بيقفل بسمارت لوك؟ انت متخيل ان لو هاكر يعني عبيط جدا ممكن يهاك اللوك ده ويدخل البيت بسهولة جدا؟ يعني مش هيبان بقى لا في علامات انه حاول يكسر الكالون ولا اي فيلم، ده هو تك تك فتح. فالموضوع ده يعني ممكن، انا شايفة يعني انا مش هقفل الباب البيت بسمارت لوك، انا ممكن اقفل باب اوضه، باب دولاب، انما يعني مش لدرجه باب بيت او باب خزنه او باب حاجه مهمه. لان لو باب البيت مقفول بسمارت لوك وحد حاول ان هو
يفتحوا بابليكيشن عنده، انا حاسه الموضوع سهل قوي 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 يعني. فبس هو ده الفكره، ان هو لوك بيقفل ويفتح عن طريق ابليكيشن على الموبايل، فيبقى كده ايه، ده الثينج اللي على الانترنت يعني، هو كده ده حاجه هوت على الانترنت، وبيقدر انك تبعت له بيانات افتح واقفل عن طريق ابليكيشن على الموبايل. فمتخيل سهوله الموضوع ماشيه ازاي. دي بقى يا جماعه فيشه ذكيه بتعمل ايه دي؟ على فكرة دي موجودة دلوقتي، دي مش في المستقبل يعني، حاجات على فكرة اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي كلها دي موجودة، بس هي عشان غالية يعني. الفيشة دي مثلا ب$50، $50 دي يعني بتاعت 1000 جنيه، انت متخيل 1000 جنيه فيشة، والواحد ما بيبقاش عنده فيشة، الواحد بيركب فيش براحته في البيت. فدي ايه فيشة ذكية بتعمل ايه؟ قالك المفروض ان دي لو وصل لها جهاز فانت تقدر تتابع الكهرباء اللي بيسحبها الجهاز دي عن بعد بالايه، بابلكيشن الموبايل زي ما اتفقنا، وبتقدر تفتحه وتقفله وتتابع استهلاك الكهرباء في البيت، وكمان تقدر تعمل لها جدول مثلا سكادول، يعني بتقول مثلا بتبقى شغاله من يوم كذا الساعه كذا ليوم كذا الساعه كذا، وايه وزي ما قلنا ايه بتقفل وتفتح عن طريق الابلكيشن اللي على الموبايل اللي ايه الموجوده معاك. فدي كده بالنسبة للفيشة الذكية دي. بس شايفين الأسعار يعني، الموضوع لسه طبعا ايه مش affordable، او ما هواش حاجة سهل ان انت تبقى موجودة عندك يعني. تمام. دي كاميرا، كاميرا مراقبة عادي، هي يعني شغلها الأساسي كاميرا مراقبة عادية، وعلى فكرة زي ما انتوا شايفين الحاجات كلها ليها ماركات يعني، يعني الحاجات دي موجودة فعلا ومصنعة يعني. تمام. بس كمان ميزة الكاميرا دي انها كمان بتلم معلومات عن المكان اللي هي بتراقبه، معلومات عن نفس الفكرة اللي قبل كده لما وريت لكم، اللي هو كان بيلم معلومات عن الجو في المكان والرطوبة والحرارة وكده، دي بتعمل كده برضو، وبتلم معلومات عن الأشخاص وكم واحد وإيه الأجهزة الموجودة يعني. تقدر تقول مش بس بتصور وخلاص وانت تشوف الصورة اللي هي بتعرضها، لا هي كمان بتلم معلومات زيادة عن كل المحيط اللي هي بتصوره، والمعلومات دي بتبعتها لك عشان انت تقدر ان انت تستفيد بيها. وزي ما قلنا الموضوع ممكن يبقى من ثينج لثينج، او من حاجة لحاجة يعني، الكاميرا تبعت لجهاز تاني والجهاز التاني يتصرف على اساس معطيات الكاميرا من غير تدخلك انت خالص، لان الاجهزة دي كلها ثينجز على الانترنت بيكلموا بعض، ومن هنا جت فكرة الانترنت اوف ثينجز، ان هي اجهزة بتكلم بعضها عن طريق الانترنت مش اشخاص بيكلموا بعض عن طريق الانترنت. في بقى كمان حاجات طبية أو صحية وتعتبر على فكرة موجودة برضو دلوقتي، دي باتش شبه بتاعة الأطفال بس دي بتاعة كبار، ودي كمان بقى أبليكيشن على فكرة موجودة يعني، أو موجود حاجة شبهها يعني، اللي هي بتلم معلومات عن أنت مشيت قد إيه، نبضك قد إيه، أنت مشيت كم خطوة، الحاجات دي على فكرة موجودة دلوقتي، الأبليكيشنز دي موجودة دلوقتي، ممكن تكون مش دقيقة أوي يعني، يعني مثلا بيعد الخطوات اللي اتمشت عامة، سواء بعربية بقى سواء حد تاني ماسك الموبايل كده يعني. طبعا الحاجات دي في تطور مستمر، وبتقدر ان انت تعرفها بشكل مستمر. في حاجات كتير قوي مثلا دلوقتي يقيس الضغط، يقيس النبض، الحاجات دي. ومش بس على فكرة، فكرة يقيس، اصل المشكلة او الموضوع في الانترنت اوف ثينجز مش ان الحاجة بتقيس او الحاجة بتعرف انت عملت ايه، لا هي مش كده، هي الحكاية انه بعد ما هيلم المعلومات هيبعتها لحاجة تانية، والحاجة التانية دي هتستخدم المعلومات دي في حاجة تالتة. فاهمين الفكرة يعني؟ العملية مش في انه حاجة اتقاست او في انه حاجة اتصورت، لا ده العملية في داتا اتلمت، والداتا اللي اتلمت دي اتعمل بيها حاجة تانية خالص، واتبعتت لجهاز تاني خالص، واتبعتت لمنطقة تانية خالص. دي كده قصة الايه، الانترنت اوف ثينجز، انه انترنت اوف فور everything، وانه everything is on the internet. يا ريت يكون الفيديو ده خفيف بس يكون مفيد بالنسبة لكم، يا ريت يا جماعة تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا سبسكرايب، ويا ريت برضو تعملوا لايك تحت الفيديو لو عجبكم، وتابعوني. شكرا ليكم وجود لك. كان معاكم مهندسة شاهيناز.